قناة عدن الفضائية قناة بحجم وطن. من قناة عدن نحييكم مشاهدينا الكرام وهذا موجز بأهم من الأنباء. ترأس فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اجتماعا استثنائيا للفريق السياسي الذي يضم هيئه المستشارين والوزراء المعنيين بحضور نائب القيد الاعلى للقوات المسلحه الفريق الركن علي محسن الاحمر وفي الاجتماع اكد فخامة الرئيس على توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للانتصار للقضايا الوطنية التي يدعمها الجوار والمجتمع الاقليمي والدولي من خلال دعم الشرعية الدستورية وادانة تمرد ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وقال فخامة الرئيس قضيتنا واضحة والمجتمع الدولي داعم ومساند لخطواتنا باعتبارهم شركاء لليمن في خياره السلمي عبر العملية عمليات التحول السياسي منذ العام 2011 من خلال المبادره الخليجيه والقرارات الامميه ذات الصله وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي اجمع عليها كل مكونات شعبنا اليمني والتاكيد على تنفيذ القرار الاممي رقم 2216 واكد على اهميه تمتين وتعزيز العلاقات المنظومه السياسيه كامله على قاعده الهدف الاساسي في هذه المرحله الراميه لاستعاده الدوله ومرجعياتها في ذلك المبادره الخليجيه ومخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور والقرار الأممي وإعلان الرياض فضلا عن تفعيل عمل الهيئه الوطنيه للرقابه على مخرجات الحوار واستحضار مخرجاته، وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه الدكتور عبد الملك المخلافي تقريرا موجزا عن طبيعه زيارته الخارجيه ولقاءاته المثمره لفضح جرائم الميليشيا الانقلابيه واعتداءاتها المتكرره وتسويفها ومماطلتها في تنفيذ القرارات الدوليه. ورحب الاجتماع بمواقف المجتمع الدولي الداعمه لليمن وشرعيتها الدستوريه من خلال القرارات الامميه ذات الصله واخرها القرار 2266 وجرى في الاجتماع مناقشه عدد من التقارير الخاصه بالشان الداخلي على الصعيد السياسي والاعلامي بما يعزز من الاداء وخلق حاله التكامل وتعزيز التفاعل المجتمعي حضر الاجتماع نائب مدير مكتب رئاسه الجمهوريه الدكتور عبد الله العليمي ناقش نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح مع محافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف ومدير الأمن العميد شلال شائع تفاصيل الملف الأمني والعسكري والخدمي بمحافظة عدن وخلال اللقاء اطلع نائب الرئيس على موجز للحالة الأمنية الراهنة واستمع إلى تقرير عن التحديات التي تواجه الجهاز الأمني للقيام بمهامه في السيطرة على الوضع الأمني وشدد نائب الرئيس على ضروره التعامل بحزم مع الجماعات المنحرفه والتخريبيه التي تحاول زعزعه الامن والاستقرار كما جرى مناقشه مجموعه من القضايا الخاصه بتعزيز الوضع الامني والانتقال الى مرحله العمل الجدي من كل اطراف المجتمع، ودعا الاجتماع ابناء عدن الى ضروره تضافر الجهود وتجسيد اللحمه الاجتماعيه ومساعده رجال الامن في ضبط المخالفين والمنحرفين لتتم محاسبتهم وفق القانون، واكد الاجتماع ان محافظه عدن تجاوزت التحدي الاكبر وعلى الجميع الاتجاه نحو الهدف الاستراتيجي لعوده عدن الى وضعها الطبيعي. تشهد مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف زحفا بريا من ثلاثة محاور للجيش والمقاومة لقطع امدادات الحوثيين بمنطقة العقبة شمال الجوف. وقال الناطق الرسمي لمقاومة الجوف عبد الله الاشرف ان الجيش الوطني والمقاومة باغت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بزحف بري من ثلاثة محاور بجبهة خب والشعف لقطع امدادات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعقبة الجوف. واكد الاشرف ان جبهة خب والشعف تشهد مواجهات عنيفة بين المقاومة والميليشيا المتمردة مؤكدا تقدم الجيش والمقاومة بجبهات القتال ويقتربون من السيطرة على الطريق الدولي وقطع امدادات الحوثيين بالعقبة بالجوف شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم غارات عنيفة على تعزيزات عسكرية لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في مديريتي مستبأ وحيران بمحافظة حجة شمال البلاد، وأفادت مصادر إعلامية أن الطيران العربي نفذ ست غارات جوية على أطقم ومسلحين حاولوا التسلل إلى مديرية ميدي من منطقة زراعية غرب منطقة حيران المجاورة، وذكرت المصادر أن الغارات أسفرت عن مقتل المسلحين الستة من ميليشيا الحوثي وصالح وتدمير طقمين عسكريين وجرح آخرين، وقالت مصادر محلية أن طيران التحالف العربي قصف تعزيزات عسكرية بمديرية مستبع كانت متوجهه الى جبهه حرم والتي تدور فيها اشتباكات متواصله بين الجيش الوطني والميليشيا المتمرده منذ ايام الى هنا وصلنا الى ختام الموجز اطيب تحياتي وتحيات طاقم العمل في امان الله